والله هو الزمالك الموسم ده بالاخص فيه روح، في حميه، في لعيبه مع انها مش ولاد النادي بس عندها انتماء لنادي الزمالك وانتماء لفريق النادي الاهلي. والحمد لله احنا دلوقتي اول دوري، وان شاء الله بنستعد للكونفدراليه هتبدا كمان شهرين، بس احنا عاوزين يبقى جروس يشتغل ويكمل ومحدش من الاداره يتدخل في شغله. الزمالك ماشي على رتم واحد طول الدوري في كل ماتش، وشايفين ان هو في تحسن، وان شاء الله باذن الله الدوري في الزمالك. لا الزمالك الصراحه السنه دي ماشي كويس، احسن من السنه اللي فاتت، يعني الفرقه ماسكه بعضها والمدرب يعني عامل شغل جامد بصراحه. والله الزمالك حاليا بيقدم كره كويسه جدا مع جروس، تكتيكيا عالي جدا، فنيا ودفاعيا منظم جدا، وده مع عكس السنه اللي فاتت كلها. جنش عامل كل حاجه في الكوره، يعني بيلعب بروح عاليه جدا، بيصد ضربات جزاء، بيشيل انفرادات كتير قوي، مع كل ده برده مع منتخب مصر مش بيقف اساسي. جنش مظلوم جدا جدا جدا، ده المفروض ده حارس مصر الاول، ده المفروض ياخد فرصته بقى، على الاقل مش هنقول حارس اول، بس ما في تبادل بينه وما بين الاولاني، فارق كتير ومدي نقط قوه كبير قوي للزمالك. بيطور من نفسه بصراحه، يعني هو بعد يعني هو لما طور نفسه راح المنتخب على طول. نركز في ماتشاتنا، نركز في كل ماتش بتاع بونت، كل ماتش على حده، مالناش دعوه بالفرقه الثانيه بتعمل ايه، كل ما الزمالك بيكسب كل ما بيعمل ضغط على النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله الدوري في متعه السنه دي. هناخد الدوري ان شاء الله والكونفدراليه بنسبه كبيره جدا، عشان دلوقتي الزمالك دلوقتي بقى يعني المستوى دلوقتي بتاع اللعيبه بقى اعلى بكتير قوي من اي حد.